السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. مرحبا بالبنات القدام ومرحبا بالجداد. المهم اللي عاد دخل القناة ديالي وتعرف عليها، ما تنسوش بعد نهاية الفيديو لايك والاشتراك وبركولي على داك المربع الأحمر باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وغي صبروا معايا دابا، راني كنصور غير بالتليفون، ما عنديش ديك لابليكاسيون اللي كنت كنصور بها حيت كنت مدخلها في البيسي والبيسي تحرق لي، كيخصني حتى نبقى دولة نشري واحد اخر. المهم دابا كنصور غير بالتليفون، قضيو معايا وصافي. عندنا هنايا واحد الوصفه ديال التبييض رائعه بزاف بزاف بزاف، مجربه، كتبيض وكتصفي البشره، ولا كاين حتى تصبغات ولا شي حاجه ديال يعني في الجلد، يعني كتحيد بصفه نهائيه حبوب حب شباب الحبوب داك الزعرق. يعني هذه الوصفه انا ما كنجيب لكمش انا الوصفات هكاك عشوائيا، يعني حتى كنجربهم. هاد الوصفه هذه زوينه بزاف، عندها فيها جوج المكونات ماشي كثار، جوج المكونات، هذا دانون كيف كتعرفوا ياغورت، وهذه النيله. هاد دانون ماشي دانون طبيعي اللي كتعرفوا، هذا دانون ديال الماعز. انا كنت كناخذوا الحفيتي كتاخذوا اللي كنعطيوه ليها في العشيه، وهذا يعني نسيناه، بقى حتى التبيريمه، يعني من التبيريمه هزيتو انا قلت علاش غادي نرميه وهو زوين، غادي نجربو البشره ديالي. ملي جربتو البشره ديالي وزدت عليه النيله ديال الصحراء، هذه النيله الحجره ديال الصحراء، هذه جاتني من الصحراء، قبضتها ودقيتها ودرتها في هذا الحكيك هذا ديال الدواء باش فين ما بغيت كناخذ منها شويه. المهم جربت انا هذه الوصفه هذه، قلت لكم حليب الماعز كيف كتعرفوا، علاش انا تجرأت ودرتها، لان كتعرفوا الحليب بالنعجة او لا حليب الشات او لا حليب الماعز نيت، الى قبضتيه ودهنتيه لوجهك غير بوحدو كيعطيك واحد البياض ناصع وكيحيد الكلاف والتصبغات وداكشي. هاد الوصفة راني كنت قلتها شحال هادي، يمكن كنت قلتها في الراديو وكنت حتى تحتها في فيسبوك. المهم انا منين عرفت بلي حليب الماعز وحليب النعجه كيصلح للوجه، قلت علاش هاد الياغورت غادي نرميه هو ديال الماعز، وغادي نجربو فراسي وغادي نشوف عاد نعطيه للبنات. المهم منين جربتو شي سيمانه وانا كنجرب فيه، كناخد معلقه منه، معلقه هادي عندي انا عين معلقه صغيره، نتوما ديروا معلقه تبارك الله، ها اللي غادي تقدكم الوجه ديالكم هكا. وكناخد معاه هاد النيله، هانتوما انا دقاها، غادي ناخد منها غير شويه وكنخلطو هاد المكونات بجوج. وسمحوا لي على الصوت، راه التليفون عندي فيه الباف ديالو خاسر، يعني حتى هو راه كلشي جاني في خطره، اسمحوا لي على الصوت غادي يجيكم مزعج، ولكن وسعوا معايا الخاطر الله يحفظكم حتى نلقى هاد البيسي ديالي. المهم كنخلطوا الوصفه هادي هكا، ساهله ما فيهاش شي مكونات كثيره، وكندهنوا الوجه ديالنا لي ديداف ديالنا مزيان حتى يعني ما كيبقاش داك الشيء، يعني نخليوه ملي كندهنوا كنخليوه نساوه واحد نص ساعه، من بعد نص ساعه كنغسلوه بالماء دافي، من بعد الماء دافي كنديروا الماء بارد وعاد كنجلسوا ندهنوا بالكريم اليومي، يعني كريم مرطب او زيت اللوز. المهم من بعد كل ماسك خصنا نرطبوا الوجه ديالنا، حيت كتعرفوا كل ماسك او لقينا او لا كينشف كتنشف البشره، كيخصنا نعاودوا نردوا لهاد الطراوه ديالها وداكشي. من بعد كدهني قلت لكم كريم يومي او زيت اللوز ولا زيت ارغان، زيت الزيتون لا ما كنصح بيش ان كيسمر كتولي البشره سمراء، بالاخص لا درتيه بالنهار. واي قناع انا كنصح بيه ديروه يعني المساء، ما تكونش الشمس يعني باش حتى الوجه اللي درتوه لا ما يتاثرش بديك الاشعه الشمس، واخا ما تكونوش جالسين فيها راه كاينه الاشعه كتدخل حتى للدار يعني. المهم هذا وصفه زوينه بزاف وقلت نشاركها معكم، وما تنساوش الله يخليكم لايك واشتراك وشي تعليق زوين. واللي دخلت لاول مره للقناه ديالي وتعرفت عليها مرحبا بها، عيت تكليكي على داك المربع الاحمر باش يوصلها كل جديد. وبالنسبه للنيله، بالنسبه للنيله هذه راه كتباع
يعني كاينه هنايا عند العطاره، ولكن ما عرفتش صراحه واش هي ايفيكاس ولا ماشي ايفيكاس. كاينه اللي كتبع نيت قريعات غبره، وكاينه اللي حجره. المهم انا هادي جابوها لي من الصحراء، كنت وصيت على الحجره وصيت على الثوب ديال النيله حتى هو جاني. انا كنت حفيت به واحد الفيديو ثوب النيله كيفاش تقادوه حتى هو، كيفاش ديروا به ماسك. وبالنسبه لهاد الياغورت الماعز، اللي ما بغاش يدير ياغورت الماعز ولا ما عندوش يعني الامكانيه باش يدير، ما يمكنلوش يخرج يعني يشريه ولا يقلب عليه، غيدير غير ياغورت طبيعي. يعني ياغورت طبيعي هو اللي غادي يستعمل، بالاخص الا كان بيريمي، حيت ملي كيتبيريما ديك الخميره ديالو كتطلع، يعني كتولي فيه الخميره صالحه بزاف للبشره. وممكن لكم تضيفوا عليه مثلا معلقه د النشا باش تحيد النشا، حتى هي راه يعني كتعطي واحد اللمعه للبشره وكتبيض. ايوا لحد الساعه وصلت معكم لنهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش البارتاج، اللايك، الاشتراك. الى اللقاء.